أهل القيم، أهل أسرار وأخبار. ما الأسرار التي جعلتهم من أهل الاستحقاق لأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى قيام الليل؟ فقيام الليل شرف لا يرونه إلا أهل توفيق. ما الأمور التي جعلتهم موفقين؟ وما الأسرار التي يمتلكها أهل القيام؟ الأمر الآخر، ما الذي يحول بيننا وبين هذا الشرف؟ وكيف نصل إلى شرف قيام الليل ومناجاة الله سبحانه وتعالى في لذة ومتعة؟ كل ذلك خلال المحاضرة، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد. غالياتي جميعا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب من جديد بالأخوات الرائعات المرابطات اللي معانا دائما 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 في المحاضرات ويحرصن على الحضور. أسأل الله تعالى أن يجعل لهن بهذه الجلسات وبهذه الساعات أجورا مضاعفة ودعوات مجابة ورغبات ملبية. والأخوات الرائعات اللي انضموا إلنا جديد أيضا، حياكم الله وبياكم معنا، وإن شاء الله هي جلسات في حب الله وتدبر كتابه وآياته، وكذلك كل ما يقرب إلى الله تعالى مخلوطا بما يهم أنفسنا وحياتنا بإذن الله. كذا وحدنا عندنا خلطة جميلة إن شاء الله. المهم إنها راح تكون جلسة تأنس النفس بها، فقط نريد إحنا كالعادة عندنا والجميلات الحلوات اللي متعودات معنا، عارفين إنه إحنا دائما الورقة والقلم. أهل القيام لهم أسرار ولهم أخبار، ومن منا لا يحب أن يقوم الليل؟ معروف قيام الليل، لا يوجد إنسان أقام الليل إلا وعاش عيشة كالجنة. ما في إنسان يعيش قيام الليل إلا وكانت حياته كما يقول مثل هذا الجو الجميل، براد بردا وسلاما. إحنا نريد نعيش، وكثير ناس تتمنى تقول أنا خاطري أقيم الليل فعلا وأكون مثل هذيل الناس اللي عندهم الهمم وعندهم العزيمة إنهم ممكن حتى يقيموا الليل وبعدين يكملوا حتى دواماتهم. وفي بعض النساء ممكن يكون عندها مسؤوليات، هل يا ترى أستطيع أنه أنا أقيم الليل ولا لا؟ كل ذا اليوم إن شاء الله رح نتكلم، رح نتكلم أيضا عن سبعة أسرار. هذه السبعة أسرار بإذن الله تعالى اللي هي أصلا توصلنا إلى ما نريد في قيام الليل. رح نتكلم أيضا عن بعض الأمور المعينة في قيام الليل، وما هي الأسرار التي يمتلكها أهل القيام واللي تخلينا ضروري ضروري كذا نسوي مثل حالة الاستنفار، ضروري نسوي حالة استنفار، حال قلوبنا شوية، حال عقولنا، عشان نكون من هؤلاء. ويمكن أن أكون من أهل القيام ها بس بدون ما أبذل جهد كبير، أو كما يظن الناس البعض أنه أهل القيام هم أهل يعني تقرحات وأهل تعب وأهل، لا لا لا، لم تكن العبادة يوما من الأيام كذلك، خاصة إذا كان القلب يأنس بها، ما يشوف التعب الجسدي. الجسد هذا حاجة ثانوية، حاجة مثل ما يقولوا أداة وسيلة. إن كان القلب في نشوة وفي متعة وفي حضرة الله سبحانه وتعالى وفي جالسين جلسة في لقاء مع الله سبحانه وتعالى، أكيد الجسد ما راح يشعر. نبقى نشعر بهذه المشاعر بإذن الله تعالى. خلونا ندخل على أسرار وأخبار أهل القيام. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وفي سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني نومهم كان قليل. ليش كان نومهم قليل؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب لما هم قليل من الليل ما يهجعون، هل كانوا يشوفوا فيلم سينمائي؟ هل كانوا يشوفوا مباراة؟ ولو أننا نعرف أن إحنا كلنا نحب العروبة، خاصة إذا كانت المباراة تدل على العروبة فيا حي الله. يعني إذا كان الموضوع أنه موضوع رياضة بس تجمعنا إحنا العرب، ما شاء الله شيء جميل، ما في بأس بإذن الله تعالى. نبغى كذاك، نبغى
بس المهم لا تنسى حظك مع الله تعالى. ما في إشكالية، اسهر عشان المباراة، اسهر عشان المباراة إذا كانت المباراة تشعرك بالانتصار وترفع لك معنوياتك، خاصة وكلنا الآن نشجع المنتخب المغربي. إحنا ما نسميه المنتخب المغربي، نسميه المنتخب العربي، لأنه كل العرب تحبه، كل العرب تريد تشعر بهذا الانتصار. لكن ما رأيك أن يكون الانتصار ليس بس في وقت كأس العالم؟ لا، الانتصار في كل وقت، ممكن نعيش الانتصار في كل وقت ونعيش الجنة والراحة والنصرة في كل وقت. ليش دائما نحصرها في أوقات معينة وفي مناسبات معينة؟ من حقنا نعيش. ربما هي مضيعة للوقت، لكن البعض يعتبرها رفعة للنفس، ولا بأس إذا كانت تؤدي إلى أنها هي ترفع من معنويات الإنسان وما فيها شيء يعني كما يقولوا مزعج، فما في إشكالية. لكن في بعض الناس تعتبرها مضيعة للوقت. أنا الآن ما في حكمها، عشان ما يزعلوا إخواننا الرجال اللي يسمعونا، يعني هم يجدون متنفسا في هذا الأمر ولهم ذلك، ما في بأس ما دامت ترفع لهم معنوياتهم. أهم شيء ما ترفع الأدرينالين. نعم، صارت مقياسا لقوة الأمم، بالضبط، تغيير النفسية، صحيح، صدقتم في ذلك. طيب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لازم يكون لينا يعني ما ليل نوم أو سهر فيما لا يحب الله سبحانه وتعالى. والفكرة ليس أن الأمر ما لا يحبه الله، الفكرة أن احنا نخسر وقتنا، نضيعه. يعني كيف نضيعه؟ يعني معناته أحيانا نكون احنا فعلا سهرانين، ولكن للأسف لا نكون في إيش؟ في اتصال مع الله سبحانه وتعالى. وقيام الليل أي قيام أن نقوم فيه بالذكر والاتصال والصلاة مع الله سبحانه وتعالى، نكون في عبادة. طيب، ما الذي يحدث لأولئك الذين يقيمون الليل؟ شوفوا الله تعالى ماذا أعد لهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما في صوت؟ دائما هذه مشكلة، ما في صوت، تتكرر في كل مرة. طيب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فالله تعالى إيش أعطاهم؟ أعطاهم جنات وعيون. وأريد أقولكم إياها يا حبيباتي، ترى جنات وعيون لا يقصد بها جنة الآخرة فقط. إياك والظن أنه من يقيم الليل له جنة في الآخرة بس، بل هي جنة حتى في الدنيا، يعيش كذا في جنة، طلباته مجابة. وحتى الابتلاء إذا تنزل عليه ينزل عليه بردا وسلاما، لأن الله تعالى يعطيه مع البلاء صبرا. فالدنيا تكون بالنسبة لهم بالضبط أمان واطمئنان. لهم كذا مجموعة صفات، وعليك السلام والرحمة حبيبتي سعاد، إليهم عندهم مجموعة من الصفات. ما هي هذه الصفات؟ يلا تعالوا نشوف. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم، يعني اللي الله سبحانه وتعالى أنزله عليهم من أوامر ونهاهم عن نواهي قاموا بها، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك محسنين. عادي اللي حابة تصور، بس أهم شيء ما أكون أنا أسوي حركة كذا، يعني حركة بتطلع عيون، يا عيون سهتانة، يا عيون نعسانة، يا فاتحة حلقي، يعني حاولي تنتقي لقطة حلوة عشان ما تفزعين على التخلاف في الليل. الله يسعدكم. بارك الله فيكم، ما في إشكالية، خذوا راحتكم حبيباتي، خذوا راحتكم. الله يسعدكم يا رب. طيب، ماذا يقول الله لنا في هذه الآية الحلوة؟ يلا تعالوا نتأمل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه واحدة، وبالأسحار هم يستغفرون.
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بس إيش كانوا قبل؟ إنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ محسنين. وقبلها كلها إيش كانوا؟ متقين. أنت المتقين، المتقي سوى مجموعة أشياء. أول شيء أخذ بما أمر الله فأحسنوا، فأحسن يعني إذا الله تعالى قالهم لكم حق أن تقولوا للذي ظلمكم حسبي الله ونعم الوكيل، ولكم حق أن تغفروا لهم، قالوا لا نغفر، ما ندعي عليهم نغفر. إذن هم اتبعوا الأحسن، اتبعوا الأحسن، فهم كانوا محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني كانوا في الليل يتذكروا كذا شريط، شريط الذنوب اللي اقترفوه ها سابقا، سابقا يعني ما ذنب واحد سووه سابقا، في ذنب قديم ما زال يؤرقهم يستغفرون له كل يوم ذلك الذنب. ما في ناس توها مسوية ذنب قالت أنا خلاص خلصت استغفرت عنه، لا، حتى الذنوب القديمة وبالأسحار هم يستغفرون. وفعل يستغفر دال على الاستمرارية، دال على الاستمرارية. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم، يعني أموالهم. ولا يقصد الأموال فقط الفلوس، ما يقصد الأموال الفلوس، وإنما يقصد كل ما لديهم من أرزاق، إشارة رمز لكل رزق، حق للسائل والمحروم، دائما موجودين، دائما ها مستعدين للعطاء. طيب إذن التقوى كانت هي المؤهل. تعرفوا لما يقول واحد عشان تسوق أنت محتاج ليسن، شهادة ليسن. ولذلك لتقيم الليل، لتقيم الليل عليك أن يكون لديك مؤهل، أن يكون لك مؤهل. إيش هو هذا المؤهل؟ إيش هي الشهادة؟ أن تكون من أهل التقوى متقيا. أن نكون من أهل التقوى. نعم حبيباتي، المحاضرات ستنزل إن شاء الله في اليوتيوب بإذن الله تعالى، وسترسل لمجموعات الكلم الطيب. حبيباتي معني ساعدوني في الإجابة أحيانا، بعض الأخوات يمكن ربما أول مرة يحضر معانا، لكن كل المحاضرات تنزل بإذن الله تعالى. أي جعلوا لقلوبهم حاجز، جعلوا لقلوبهم حاجز فلا يصيبهم قاذورات الأعمال والأفعال والمشاعر. عفوا يعني قاذورات، أنا أريدكم تتخيلوا قلوبكم، شايفين ذاك القلب الأحمر الجميل، القلب الأحمر الجميل، قلوبكم الحمر الجميلة، تخيلي نفسك حاطتنا كذا، حاطتنا في زجاجة كذا جميلة، في بلورة، في بلورة، والبلورة هذه تعرفوا زجاجة، أنا متعمدة أقول لكم زجاجة، زجاجة كذا، لكن هذه الزجاجة إيش تسوي؟ حماية، أي شيء يجي يضرب الزجاجة هذه بس ما يضرب وإيش؟ القلب، تطرد الزجاجة، وانت بين فترة وفترة الزجاجة هذه تلمعيها، فإيش يصير؟ متخيلين القلب داخل؟ متخيلين القلب داخل كأنه إيش؟ كأنه مصباح من شدة ما هو مستنير. أيوة شايفين كيف؟ متخيلين إلك، تخيلي داخلش كذا مصباح، تعرفوا القنديل؟ القنديل، أيوة بالضبط كذا، قلبش كأنه مدخلتنا داخل زجاجة، ودائما الإنارة نور على نور. الله ينور عليك حبيبتي، نور على نور. إذن التقوى هي عبارة عن حاجز، الحاجز الزجاجة عشان ما تصيب دي القاذورات. إيش هي قاذورات؟ قاذورات الأفعال والأعمال. وعلى فكرة كلمة عمل
العمل عموما، الاعمال مثل نقول اعمال الصلاه. ما هي اعمال الصلاه؟ اعمال الصلاه سجود، فعل، ركوع، توجه، ها، التحيات، التسليم، هذه كلها افعال لكنها تسمى من اعمال الصلاه. الصلاه عمل وفي العمل افعال. فالاعمال حبيباتي الاعمال اكبر واشمل، دائما في كل عمل له افعال. اذا من قاذورات الاعمال، ايش يعني اعمال؟ يعني مثلا انا لا ادخل في اعمال الكذب ولا في اعمال النميمه ولا في اعمال ما يمكن ان يصيب قلبي او يلوثه، فعامل حال قلبي كذا زجاجه جميله. طيب فبقى مبصرا. طيب متى تبصر القلوب؟ اذا كانت هذه الزجاجه، شايفين الزجاجه اللي حاطتناها واللي احنا سميناها التقوى، كانت صافيه منوره، ايوه شفافه. كل ما كانت شفافه، في عندنا احنا زجاج اسمه زجاج البايركس، احنا عندنا في الكيمياء دائما عندنا الزجاج اسمه زجاج البايركس. البايركس هذا زجاج البايركس هذا اللي هو نصنع به شو اسمه هذه القوارير شو اسمه الكؤوس، وهذا عادة يتحمل الحرارة، يتحمل الحرارة، نعم يتحمل الحرارة. فإحنا إذا كان عندنا هذا النوع من الزجاج، عندنا نوع من الزجاج نطبخ فيه، نسخن فيه الماء، هذا النوع من الزجاج عادة يتحمل الحرارة. فتخيل أنت لما يكون عندك شفاف بس في نفس الوقت قوي، اللي داخل الزجاجة هذه هل يبصر ولا ما يبصر؟ يبصر. لو كانت قلوبنا محاطة بزجاج يشبه زجاج هذا البايركس مثل ما يقولوا، الزجاج هذا اللي يتحمل، الزجاج الحراري احنا نسميه، يبصر بوضوح. لهم عين مبصرة، عين قلب مبصرة، القلب مالهم يبصر، بصيرة، في بصيرة. ليش؟ ليش؟ لذلك هم وفقوا لماذا؟ لاحظوا، أول شيء كان لهم أعمال، أول حاجة كان لهم مجموعة أعمال، أنهم اتبعوا من الله سبحانه وتعالى. الرابط عادي حبيبتي، يفتح الرابط، هناك مجموعة من الأعمال يقومون بها. طيب أنا راح هذا الرابط، شتتش يا الله أبوي، تشتت يا الله أبوي، تشتت ويا الله باغي الرابط وباغي أسميك انزلها ان شاء الله من عيوني، من عيوني. انا كم عندي، كم مجموعات الكلم الطيب، انا عندي الا خمس، ما عندي وقت انخوزها. زين هذه قاويه. طيب هذه اوكي، تبدا. نعم شفتي كيف، شفتي كيف انا باغي اسوي لي نقا، وهن ما باغيات، باغيه ادلعهن، وهن يعني نسوي لك المكتب، نسوي لك حركات واشياء، ما تتحرك. يلا طيب الغاليه، نكمل الحديث، ولا يهمكم، تحت امركم ان شاء الله، ولا يهمكم. اهل القيام هم اهل توفيق وتيسير ورفعه. أهل القيام أهل توفيق وتيسير ورفعة، أيوة كأني عند المحراب بالضبط، بما أنه نتكلم عن الصلاة. إذا أهل القيام أهل توفيق وأهل تيسير وأهل رفعة. كيف يعني؟ يعني من قام الليل يسر الله له، يسر الله له، ها، ورفعه ووفقه. كيف يعني وفقه؟ يعني إذا كان عندك موضوع وخايفة إنه هذا الموضوع ماله في عراقيل، أقيم الليل.
هيتسهل، هيتفتح، يفتح لك. ليش؟ لأن الله تعالى قال لنبيه الكريم، مو قال له يا أيها المتزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إيش يعني أقوم؟ يعني هي اللي هتصفدك وهترتب لك حياتك وتقيم لك حياتك وتعينك، لأنها إيش تسوي؟ ترتب لك كذا كل حياتك ترتيب، ترتيب، ترتب لك حياتك ترتيب عجيب. وكلنا نبغى نقيم الليل، كلنا طماعون، بس المشكلة وإيش؟ هل نحن من أهل القيام؟ هل نستحق؟ هل نستحق؟ هل تعالوا نشوف ما الذي يحتاجه قيام الليل؟ ما الذي يحتاجه قيام الليل؟ تحتاج كذا مجموعة أمور، تعالوا نتأملها. يقول الله تعالى ها، تحتاج ثلاثة أسرار موجودة في سورة الليل، شوفوا حتى في سورة الليل وقيام الليل، وتحتاج إلى ثلاثة أسرار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ماذا؟ لليسرى. ثلاثة أمور. فأما من أعطى واتقى، هذا رقم، أعطى واتقى اثنين. فأما من أعطى واتقى اثنين، وإيش سوى؟ وصدق بالحسنى. ما هي الحسنى يا حلوين؟ ما هي الحسنى؟ إيش هي الحسنى؟ جماعة الجماعة، الجماعة اللي معي كل أسبوع، أسماء الله الحسنى، الله عليكم، صدق بالأسماء الحسنى، الله، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إيش يسوي بالله تعالى؟ فسنيسره لليسرى. باغي قيام الليل سييسر لك، باغي فضل سيعطيك الله إياه، باغي إجابة الدعاء سيعطيك إجابة الدعاء. إيش تريدي بالضبط؟ تريدي رفعة سيعطيك الرفعة، تريدي ترقية في وظيفة سيعطيك الوظيفة، لكن عليك بثلاثة أمور. باغي البشرى ها؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فما عليكم من اللي يقولكم إن هذه الأعمال فقط لمن؟ لمن؟ للآخرة؟ لا، حتى وانت في الدنيا والله سيعطيك، سيعطيك. اسألي أهل القيام بيخبروش، اسألي الناس التي تقيم الثلاث قواعد هذه بيخبروش، بيقولولش فعلا فعلا فعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تفصيل هذه الآيات ربما يحتاج منا وقت، واعتقد احنا سبق وتكلمنا عن هذه الامور، ربما في جواب ما اتذكر، لكنه اللي اعرفه انه احنا تحدثنا عن هذه الامور. وايضا من تريد ان تعرف كثيرا عن تفعيل اسماء الله، ما زلت اقول موجوده في اليوتيوب بالتفصيل، وما زالت السلسله قائمه ان شاء الله، نسال الله تعالى التيسير لنا في هذه السلسله باذن الله تعالى. اذا اسرار التوفيق ثلاثه، شوفوا. فأما من أعطى واتقى، باغين نتوفق لقيام الليل. كل واحدة الآن تريد أن تكون من أهل التوفيق في قيام الليل، بل تريد أن تسمع ها قصص، بل تريد أن ترى أثر. وأنا أقول لك إن شاء الله، إن شاء الله إذا عرفتي في هذه المحاضرة اليوم ومسكتي معاي كذا مثل ما يقولوا إيش المؤهل، أنا اليوم بعطيك كيف تختبري حال المؤهل عشان تحصلي على المؤهل، إنزين؟ تمام الغاليات؟ سأعطيكي خلينا نقول التعليمات، وأنت شوفي هل ستنجحين لتحصلي على المؤهل. ثلاث مناهج. منهج أول اسمه عطاء، يعني جهد وبذل وسعي. كيف يعني جهد وبذل وسعي؟ يعني بالله عليكم باغية تقيم الليل، باغية تقيم الليل وانت راقدة،
يستوي؟ يستوي؟ لا ما ينفع. واحدة باغية توصل القمة ينفع؟ باغية توصل القمة بس هي جالسة حاطة رجل على رجل. معروف الشيء اللي يجلس مو يستوي، يكدس، ايش اسمه؟ يكسد، يكسد، ويجلس يكسد. دائما في الحركة بركة، يحتاج إلى جهد. بس إياكم والظن إنه هذا الجهد جهد ماله يقتل، لا، هذا ليس بجهد، هذا ليس بجهد ماله، هذا ليس بجهد متعب كما يظن البعض، لا. العقل، أو خلينا نقول ما العقل، حاشا العقل، الهوى، الهوى، هوى النفس خبرنا إنه متعب. وراك بكرة دوام، وراك بكرة ماشي الصوت، يا أخواتي الصوت موجود، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب إذا هناك جهد لابد أن يبذل، لكن إياك والظن أن هذا الجهد ماله، أن هذا الجهد عبارة عن إيش؟ جهد لذيذ تحبه النفس. لا تظن أن الجهد جهد تعب ومشقة، لا تظن ممتع كذا، في أنس، ما في تعب. لكن في ناس إيش يجيب؟ أنت كيف تقيم الليل وانت وراك دوام، والله تعالى سيسألك عن يعني محاسب انت عن هذا العمل، كيف تروح وانت تعبان؟ فيروح يقول صح، تقول صح. تقوى اجتناب المعاصي، هذه 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 بالذات، هذه هذه اجتناب المعاصي، هذه اجتناب المعاصي هي ام البلاوي كلها. وبنشوف مو هي البلاوي اللي مخلتنا ومسيطرة على قلوبنا، ترى المشكلة القلب، 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 احنا ما مسويين له زجاجة ومخلينا عرضة للقارورات، ما مسويين له زجاجة حماية. يحتاج انه احنا نعمل له زجاجة، والزجاجة لا تتشكل الا ايش؟ باجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. تصديق، أقيم الليل عشان ويش؟ هنا السؤال الأخطر. أيوة القلب بين إقبال وإدبار، صحيح، هل ينفع، هل ينفع أقيم الليل دون تصديق؟ ليش أنا أقيم الليل؟ لذلك أنا بقول لكم حاجة، بقول لكم حاجة، في ناس تقيم الليل من أجل حاجة في نفسها، زين؟ لحاجة في نفسها، ممكن يكون عندها طلب من عند الله سبحانه وتعالى، لكن مو يحصل، مو يحصل. هتقيم يوم، يومين، خلاف مو يستوي لها. تتكسل، أحياناً ما يتحقق الطلب، بس تنسحب كذا وتمل، يصير عندها فتور. هذول الذي يعبدون الله تعالى على حرف، إذا ما تحقق، إذا ما تحقق الطلب، أو حتى لو يعني هي بعدها في البداية مرة مرتين تروح ملانة. ليش؟ لأن الذي استندت عليه وهما، يعني احنا نفضل إنها ما نقول كلمة تجارة، نقول نقول إيش؟ استثمار، استثمار في حياة الإنسان، لأنه شوية تجارة يعني فيها ما أخذ، فيها ما أخذ، تجارة رابحة استثمار. يعني يوم أجي أقول تجارة كأني إيش؟ أروح عند الله تعالى باغية شيء، باغية حاجة مقابل، لأنه التجارة عبارة عن إيش؟ التجارة عبارة عن أخذ وعطاء. الاستثمار لا، نمو، 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 نمو. الاستثمار يعني زيادة، 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 زيادة. فاعتبري علاقتك مع الله استثمار وليس تجارة.
فاهمين الفكره كيف؟ لان لما تقولي تجاره يجي في بالك انه انا اعطي عشان الله تعالى يعطيني. لكن استثمار معناته فيها ايش؟ حاجه انا ازرعها عشان تكبر، عشان تنمو. ايوه، فيها استمراريه. الذي يذهب الى الله، الذي يذهب الى الله وفي نفسه غايه، يعني رايح لقيام الليل وفي نفسه غايه، هذه الغايه ايش هدف منها؟ انه يحقق شيء من امور الدنيا. اعرف انك استندت على وهم، وما دمت استندت على الوهم فاعرف انه انت ما راح تصل لبقعة. ما دمت استندت على وهم لن تصل إلى بقعة. لذلك إذا أردت أن تذهب إلى الله فاذهب، إذا أردت القيام فاذهب إلى الله وأنت مصدق، صدق، اذهب لله ولأجل الله وفي الله. شوف هتبقى ولا ما هتبقى. عندها تكون أنت سائر للحي الذي لا يموت، للحق، تكون سائر للحق. شوفوا الآن المفارقة العجيبة الغريبة أخواتي الغاليات، في حديث شريف. ناس كيف تفهموا؟ ناس فاهمينه نكس بالعمالة، فاهمينه نكس غلط. إيش هو هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. إيش مشكلة هالقلوب؟ ما أنا أصلاً عشان أروح لله تعالى، الله تعالى لا يوفق إنساناً وقلبه ماله وقلبه فيه مشاكل. قلنا لازم يكون أول شيء محاط كده، محاط بزجاج التقوى، يتجنب المعاصي، لا يكون أسودا، يكون نقيا. الله تعالى يقول روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. والله يسامحهم هذين أبوي يراقبوني في النطق، صايرة أصلا ما أعرف أنطق ولا أعرف أتكلم، شتتوبنا. كله بسبب ايش؟ قرأت الآية خطأ وقرأت بعرف مو خطأ. زين يعني سبحان الله، الإنسان فلسانه تلتوي أحيانا، يعني أنا عمانية وفي النهاية إلي كسرات وفتحات وضمات، يعني ما واجد اسمه خذ الفائدة خذ الخلاصة. قال بس قلت لي قرأت الآية غلط، قرأت بعرف مو. زين صح التقوي يعرف القرية أحيانا يغلطوا، صاعدنا شهادات في التجويد وعندنا ما ادري ويش، لكن ترى حتى الناس تغلط، الخطأ صفة في الإنسان. بس عاد صايرة مو صايرة خلاص متعقدة، أخاف أقرأ كلمة غلط، الله يسامحكم. انزين ما علينا، روحوا عن أنفسكم، ما فصلت فطوم، خلى عنش، ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. ايش يعني القلوب تحتاج الى ترويح؟ تعرفوا الناس ايش تسوي؟ يتعبد 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 وبعدين يروح يفصل عامل معصيه، عامل معصيه. قال ايش؟ قال روحوا انفسكم ساعه بعد ساعه، ان القلوب اذا كلت عميت، او محتاجين شويه من الدنيا. هم فاهمين كذا، ولكن الترويح ماذا يقصد؟ ماذا يقصد به الترويح؟ ما تروح ترتكب معصيه. في ناس على بالهم الترويح يعني أروح أعطي استراحة، وإنما حلال الدنيا. نعم الترويح ذكر، والذكر ما معناته أن أنت لازم تذكر الله بمعنى الأذكار، ولكن أن يكون لك عمل تريد به ذكر الله تعالى. ممكن تسوي رياضة، ممكن تسوي رياضة، لكن الرياضة تريد بها إيش؟ أن تقوي القلب ليكون أكثر ذكرا لله. فإذا هي المقصود إنه الأعمال الحلال التي تذكر، أيوة تخدم أهل بيتك، تتعلمي لش حاجة، تتعلمي صنعة، تتعلمي مهارة، أيوة تزوري مريض بالضبط،
تلعبي لعبة لكنها اللعبة مالها ما فيها يعني ما هو يعني خلينا نقول سافري بالضبط، السفر نعم عمل يرضي الله، جلسة تأمل، جلسة تفكر، ما فيها شيء. لماذا؟ لأن القلوب ما اللعب مع الأطفال. الله يبارك فيكم، هذهكم جبتوا أعمال حلوة. القلوب إذا كلت عميت، يعني إيش كلت؟ يعني إيش كلت؟ تتعب. متى يتعب الإنسان؟ متى يتعب الإنسان؟ لما تكون عنده إيش؟ مصايب وذنوب ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، إيش القلب يصير له؟ إيش القلب يصير له؟ يعني حتى في ناس أحياناً من شدة يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنه أحياناً المصائب تتالي المصائب على الإنسان، إيش يسوي بالقلب؟ ينهكه، حزن 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 ورا الثاني، حزن ورا الثاني، حزن ورا الثاني. الآن الناس بسبب تتالي الأحزان، ها، لأنهم دائماً في دورة أحزان، وشيء منهم أصلاً يدوروها الأحزان، وصايرين بس يتبعوا أخبار المصائب وأخبار البلاوي، والقلب يشرب 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 من هذه الأشياء. إيش يصير للقلب؟ يعني تخيل أنت قلب شلونه أحمر جميل، وتجي تحقني بمادة سوداء شوية شوية، تحقني بمادة سوداء، إيش يحصل؟ أسود، أسود بالضبط. وإذا أصبح أسودا إيش صار؟ إيش صار أسود؟ إيش يصير له؟ هل يشوف؟ ما راح يشوف، يعمى. ولذلك انتبهوا، في عندنا حاجة في الكيمياء أيضا، اليوم جاية كلها دروس كيمياء، راجع الكيمياء معاكم. في عندنا قاعدة في الكيمياء اسمها المثل يذيب المثل. في حد هنا كيمياء؟ حد هنا كيمياء؟ الله على الناس الكيمياء. المثل يذيب المثل، مو يعني؟ يعني إذا أنت ها جلست مع ناس وجدت عندك استعداد لاستقبال كلامهم، هتصير منهم. يعني مثلا المثل يذيب المثل، يعني الأشياء المتشابهة مع بعض تذوب بعضها البعض. أيوة بالضبط، يصير منهم. الآن بسألكم سؤال، ويلا كلكم كذا، وسائل التواصل مالها؟ مو تسوي وسائل التواصل كل يوم تجيب لنا خبر أسود من الثاني، كل يوم تجيب لنا خبر أسود من الثاني، أخبار والعياذ بالله، هذا قتل وهذا ما أعرف إيش، ويتناقلوا الأخبار ويتناقلوا الأخبار. بالله عليكم، يعني أنا مثلا أشوف هذه الأخبار أجلس أضحك؟ هل يعقل؟ مستحيل تضحك. إيش يجينا؟ إيش يصيبنا؟ إيش يصيبنا؟ أيوة. ولذلك الناس العجيب إنه الناس ما منتبهة على فكرة. يقول ليش أنا حياتي ما فيها توفيق؟ اسأل عمرك عن ذاك الخبر اللي رسلته رسالة وانت ما منتبه له، خبر قتل، رفل مفتر، يرسل حال الناس ونشر بينهم ماله الحزن. بالله عليك تجيب الأحزان حالك، كما قلت لهم هتجيب الأحزان حالك بعدد أولئك الذين سمعوا الخبر. لماذا؟ وصارت القلوب خلاص مثقلة، ما عادت تتحمل أصلاً أخبار. وبعدين في النهاية يقول لك أنا أريد أقيم الليل. مو تقيم الليل، وانت قلبك ما شربته من سموم، ويا ريتها أخبار تسر، يا ريتها أخبار مبشرة. يعني إذا شيء خبر حلو ما حد ينشره، إذا خبر يعني ما الفضايح وما القتل وما المصايب على قول التهاني،
يوم يجي قيام الليل عاد قيام الليل يقول مو طهر مو خلي شيء، ما بقى لنا في عمرك انت، شيء ما سمعته، شيء ما شفته، شيء ما سويته. ارحم نفسك. واحنا على بالنا كله ضحك في ضحكه، ضحك في ضحك. والله يا جماعه في ناس تابعوهم طاقه يعطوكم كذا نشاط 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 نشاط، وفي ناس تابعوهم غم في غم، ما حد بيسمعهم. الطاقه معديه بالضبط. فلذلك القلب المفروض انا قلبي، هذا قلبي ايش اسوي فيه؟ احط له زجاجه، ما اسمح ليش لاي حاجه كذا تدخل هذه الزجاجه وتخرب علي قلبي. انا حاليا اللي اتابعه، حاليا اللي اتابعه ويعطيني طاقه فعلا حاليا، وللعلم يعني حتى نفس الشيء، لما ما تكون مساله متابعه 24 ساعه، ما تصير تتابع 24 ساعه، شيئين اتابع. ظهر لي فيديو مال وحده تنظف البيت وتغير الديكور، تعمل ترتيبات في البيت وتغير الديكور، هذه وحده بس انا ما بقول الاسم عشان ما اسوي دعايات لاي حد. واحد ظهر في كاس العالم واظن تعرفوه، هذا حاليا هذا الاثنين اللي ايش مسوي حال حماته. نعم هذا الاثنين حاليا ايش يعملوا؟ يرفعوا طاقتي. ليش؟ ها انا ما اتابع، ولكن انا اتكلم عن شخص ظهر في كاس العالم، ظهر في بدايه الافتتاح. اتكلم عن واحد ظهر في بدايه الافتتاح، ما اتكلم عن اللي انت ذكرت انه ذا، خلن عنك. غانم المفتاح، نعم، مع اني انا ما بيعطي دعايه حال حد. طيب، ما يثقل القلوب يا حبيبتي هي ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات. انا اكون جالسه كذا مع نفسي، شوفوا عشان اقول لكم ذنوب الخلوات، ترى على بال الناس ذنوب الخلوات فقط اللي هي المواقع الاباحيه. على بالهم ذنوب الخلوات فقط المواقع الإباحية، لا، ذنوب الخلوات أكثر من ذلك، في أنواع وأشكال، أنواع وأشكال. مثال: أفتح وأخبار أعوذ بالله منها، أفتح وجالسة أسولف مع حد ماله مع ربيعتي في الليل وأنا وياها، هي في حجرتها وأنا في حجرتي، نحش ونسوي نميمة حال ويش؟ حال فلانة غيرها. ذنوب خلوة. تتبع العورات، ها؟ ذنوب خلوة. كيف مو تتبع العورات؟ الحريم تعفنوا، هي تتبع العورات. الزوج تو مخلي التليفون، خلوة اسمها، خلوة يعني وحدها وحيد، تو مخلي التليفون، مو تسوي، تشوفه وين راح، تروح تفتش التليفون، الله، وبعدين تقول يا رب اغفر لي، استغفرك واتوب اليك، انا قلبي نظيف، مو قلبك نظيف، وذاك التجسس مو سويتيه، سلامات حبيبتي. ولا وحدة تجيش وتقول ليش أنا قلبي ما في حسد، قلبي ما في حسد، زين، وأنا ما حاسده ولا يعني، وأتمنى الخير حال الناس، وقلبي كذا كمان لؤلؤة، الله، قلبها اللي كمان لؤلؤة، قلبي كمان لؤلؤة، ماله؟ أنا ما أحسد الناس ولا أحقد وأتمنى لهم الخير، زين، ما في إشكالية. وفي بيتش كيف؟ قالت بس ألعن هذا وأسب هذا ونازع هذا بس، ما شاء الله، وقلبش كمل لؤلؤة إلا كمل فحمة. ترى حتى لو يعني المشكلة إيش؟ يعني المشكلة إن الناس دايماً عندهم صورة
خارجية كده، خارجية للأشياء، ودائما برئين نفسهم. وما أبرئ نفسي، شوفوا اللحظة، وما أبرئ نفسي، إن النفس أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، شوفوا الإنسان اللحظة اللي يبغى يتطهر فيها لا يقول عن نفسه إنه أنا ما حد مثلي، أنا ما أحقد، أو أنا ما أحقد، لكن فلان الذي أذاها كل يوم تدعي علي حسبي الله ونعم الوكيل، كل يوم. وش تقول؟ تقول خاطري، خاطري أشوفه بالدقدق كما عذبني. الله تعالى، الله تعالى، الله تعالى يريدنا، يريدنا أن نذهب إليه كما خلقنا، كما خلقنا. الله تعالى يريدنا نروح له كما خلقنا بالضبط. كيف خلقنا الله تعالى؟ كيف خلقنا الله تعالى؟ خلقنا على الفطرة حبيبتي، خلقنا على الفطرة، أنقياء، أنقياء. المرأة تتجسس وتظن، والتي تظن والتي تغتاب، كلها تحدث في خلوة. أيضا أشياء تحدث في خلوة. يلا، إيش هي الأشياء التي تحدث في خلوة؟ قلت لكم ما بس الأفلام الإباحية، تعرفوا إيش؟ مشاكل الدنيا. واحدة جالسة كذا مع نفسها، جالسة حال مو أنا حظي كذا، حال مو أنا ما أعرف مو مايلة حظ، وحال مو أيوة. شوفوا متى خليتوا النميمات، في ناس ما تسوي نميمة، وفي ناس ما تغتاب، وفي ناس ما شاء الله عليهم يعني هذه الأمور ما يسويوها، لكنها إيش؟ داقة سوالف مع إبليس، بالضبط ضاربة سوالف مع إبليس، وطول الليل وهي بس تتكلم مع نفسها، أو طول ما هي رايحة دورة المياه كرمكم الله تبدي إيش؟ ضاربة سوالف مع إبليس. يعني وإيش؟ يعني تتذكر كل شيء سيء، همومها كلها تجيبها قبل النوم، تشتكي وتقول أنا حياتي كذا، والناس شوف كيف أمورهم، وأنا بعدني إلي انتو، وإبليس يقولها أيوة شوفي كيف، شفتي كيف، وتجيبه كما يقولوا بالأعمال من حاربت ومارت. تأتي به من حاروت ومارت، مو يحدث. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ القلب ماله؟ القلب يقول لها سكتي الشيمة، بسني بسني. القلب يتذمر، يقول لها تعبان. القلب يرسلها إشارات، منهك، يخبرها. الجسد ما عادت قادرة حتى تصلي، حتى صلاتها، خلي القيام، حتى الصلاة. القلب يستغيث، مكلوم. لماذا؟ لأنه حديثها حديث شكوى مع النفس، حديث شكوى مع النفس. وبعدين تقول ليش أنا ما استطعت القيام؟ كيف تستطيعين القيام حبيبتي وأنت هذا القلب؟ صحيح أنت تصلي، وأنت أيضا يعني بتمنين الخير للآخرين، وأنت أيضا ما تأتينا الذنوب، لكن عندك مشكلة أيضا أنت ما انتبهتيها، ما انتبهتي لها، وهي مشكلة أنك تتحدثين إلى نفسك بطريقة خاطئة. والحديث إلى النفس بطريقة خاطئة يشبه الذنوب في التلويث، يلوثها، يلوث القلب. ما حد محتاج، ما حد ناقص. إذا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ اذكر الله كلما أتاكم كما ذي الأحاديث، مو تقولوا أعوذ بالله من إيش؟ من شر نفسي وشر الوسواس وشركه، وشر الشيطان وشركه. أعوذ بالله من شر وسواس النفس وشر الشيطان وشركه. ليش؟ لأنه أول ما تقول أفكار المشكلة إيش يستوينا الأفكار؟ تزيد تزيد تزيد، والقلب على طول لما تجيني فكرة أروح أقوم أفز من مكاني.
أنهض وأبدي أتعوذ. لماذا؟ لأن هذه الأفكار ماذا تفعل؟ هذه الأفكار مصيبة، تعطل القلب، تعطل القلب، وإحنا ما منتبهين. لا بد من تجلية وتصفية لهذه القلوب، إنه أنا أريحها ماذا؟ من هذه الأشياء. فما كلها بس فكرة ذنوب، ما مشكلة فكرة ذنوب؟ يعني الناس مشكلة تصورهم إنه أنا ما أذنب. طب ليش أنا ما موفقة؟ لأن قلبك مشغول بهموم الدنيا فأعطيتيها أكثر من حقها. والله تعالى يقول لش إنه الحياة هذه لهو ولعب، وإنه الحياة هذه وهم. تعرفوا إيش يعني وهم؟ وإحنا متعلقين في وهم، يعني زائلة، وأنت متعلقة فيها ليش حبيبتي؟ شيء مشكلة تدوم؟ ترى حتى لو المشكلة بقيت، أنت ما هتبقي، ما تسوى عند الله جناح بعوضة. وفي ناس شالت ليش هم، كلش الناس يطالبوني، خلي اللي يطالب. أنت هل قصرتي في سعيك إنك أنت تسدديه؟ لا، ما قصرت. إذن خلاص، أليس لك رب تلقائين له؟ إذن ليش تتشكي؟ كثرة الشكوى ها تورث البلوى، كثرة الشكوى تورث البلوى. وإحنا باغين قلة، باغين نستعد للقيام. ما ممكن أستطيع أقيم الليل وأنا كل تفكيري هموم في هموم. وفي ناس تحرم القيام بعد ما كانت مستمتعة فيه. ما سبب الذنوب؟ وإنما كثرة التفكير في ماذا؟ في الهموم والمشاكل. وهذا أكبر غلطة. والله تعالى يقول إنه بيكفيك همك، ويكفيك أمورك، ويكفيك الرزق، وهو شال الهموم. ها؟ والبعض كلش أريح الهم أو أريح القلب بذنب غيره. في ناس لما تكون مهمومة يقولش عشان أنسى أروح أشرب لي كاسة خمرة، ولا واحدة تروح تسوي لش إيش، تروح تسمع لش أغنية عشان أنسى الهموم. وبدل ما تنسى الهموم تزيد الهموم، خليها تنفع الأغنية وتنفعكم الكاس وغيره هالأشياء. ما يستوي أعمل دماغ على قولة فاطمة يمزق. ما أدري المصطلحات، والله خلونا نقول نفس مصطلحاتهم. وتزيد الذنوب. الله المستعان، أعدلي المزاج. إذا عدلي بنسكافيه والله زين، نسكافيه تشربيه حلو، ولا شاي أخضر على الأقل يعني أحسن من تلك الأشياء اللي ما أدري تشرب. أمراض القلوب يا حبيبتي نحصرها في أربعة أشياء. يلا انتبهوا لها. نسيان الذنوب وعدم الاستغفار. النسيان هذا إيش تسوي؟ تغلق القلب. يعني اللي ما يستغفر قلبه وإيش يصير له؟ اللي ما يستغفر قلبه ويستوي له ينغلق. بس اللي يغبر يستوي أغبر. أريدكم تتخيلوا كذا قلوبكم بسلامتها. أسأل الله تعالى لكم سلامة القلب وسلامة السريرة وصفاؤه ونقاؤه. وجعلكم الله في من قال فيهم إلا من أتى الله بقلب سليم. الغفلة، تعرفوا إيش يعني الغفلة؟ الغفلة يعني إنسان حضرتها أمل مثلا أعطيكم مثال. جيت أنا وسويت محاضرة اليوم، قلت هذا عمل صالح، وجيت قلت الحمد لله أنا ذا الأسبوع سويت ذيك المحاضرة، تسدني غيري ما مسوي. ويا ذي المحاضرة شوية أجلس ساعتين. حضرتي هذه يسمى، هذا قلته أنا قلته، يسمى غفلة. ليش؟ دائما استكثار العمل الصالح، استكثاره يعني هو يسوي عمل صالح. يعني مثل واحدة كل شهر تروح نطلع 10 ريال من راتبها، هي راتبها 1500،
طلع 10 ريال، تقول لي انا شهريا اتصدق، شهريا اتصدق، من ينزل الراتب اصير اعق ذيك الصدقه. ولما تساليها كم متصدقه من الالف والنص حقيقه؟ كم؟ 10 ريالات ما شاء الله. والالف والاربعمية وتسعين وين راحت؟ قالت انفاق شيء على نفسي. زين بالبركه. مستكثرقاتي وفي ناس مالهم، والله في ناس تقولي لهم يعني وعندهم قدرة. أنا ما أتكلم عن اللي ما عنده قدرة، أنا أتكلم اللي يمتلك القدرة، أنا أتكلم اللي يمتلك القدرة. وأيضا أتكلم عن الناس اللي تسوي شيء بسيط وتحس بنفسها مسوية الدنيا كلها وتمشي كأنه ما حد كلاها. أيوة، لا تمنن تستكثر. أيوة، تقول طلعت شيء مستمرة عليه. هي وبعدني أنا الحمد لله تو كم سنة وأنا مستمرة عليه. في ناس، في ناس عندهم فلوس وما ما يتبرع، ومعتبر أن الشيء اللي سويته طيب أشياء ثانية سلامات. في ناس تتبرع بأموالها كلها، في ناس يعني ما شو ما تسوي وأنت فرحانة بشوية 10 ريالات مدافعتني في الصدقة وما حد كماي اليوم. ولا قريت لها اسمه جزء، في ناس تقرأ جزء في اليوم، جزء من القرآن بس. أنا يوميا أقرأ جزء، الحمد لله رب العالمين، أحسن عن غيري، أحسن عن ناشي، فرحانة به. استكثر العمل. أيوة، اعملي العمل ما تستهيني به، لكنه بنفس الشيء ما تستكثري. وفي ناس عندهم ايش؟ عقب. ايش يعني عقب؟ عقب، تعرفوا ايش يعني عقب؟ وحده ما شاء الله عليها، الله تعالى هادنها ومنزل عليها الايمان وفاتح عليها الفتوحات وموفقنها، وتجي تشوف على وحده مسكينه، ها؟ تشوف عليها ما لابسه لحافها زين، مو تقول عنها، تقول عنها دوكم ذي الكافرة، دوكم ذي السافرات، دوكم ذي الفاسقات، ما مؤدبة، ما فيها أدب، هذه هي حيانها عنها. بنت الحلال مو سويتي تمثيل؟ ولا وبعدين بتقولش الحمد لله نلبس الحفلة سيدة، الحمد لله ما نطلع شعرنا، كأنه هي اللي يعني هذه عمرها. وهناك أناس يرون دائما نفسهم أحسن، يعني في ناس دائما ما بس في مجال الدين، ما بس في مجال الدين، في كل شيء شايفين الناس أقل، شايفين الناس أقل. ويا ريتهم يذكرون النعمة شكرا بدل ما يقولوا الحمد لله الذي عافانا. ها، هذه ما لاقيها مسموم مسموه هناك. مرة واحدة كانت تقول لي إيه مو ذا الحافل قطب، كيف ترد علي تقول لي مو ذا الحافل قطب؟ قلت له مو، تعرفون يعني القطب القصير؟ لا حول ولا قوة، الحافل قصيرة وين؟ شطفك. قلت لها ساتر ولا ما ساتر؟ يصف ويشف؟ قاتل لا، قلت لها بس عقب قلت لك يعني. يعني شوفوا، أنت لست مطالبة بتقبل كلامهم حبيبتي، أنت ما مطالبة بتقبل كلامهم، أولئك الذين يعني يتحدثون، لكن إذا أنت ما تستطيعي، ما لازم تسمعيهم، ترى في ناس ثانيين، بس ما تحكمي عليهم، ما تحكمي عليهم، ما تطلقي عليهم حكما وتقولي انهم، لانه الهدايه من الله، ليس عليك هداهم، الهدايه من وين؟ من الله تعالى، ما من اي حد. يعني اذا انا مهتديه وربي هادني ولابسه الحاف ومتحجبه، ما لاني انا يعني صاحبه فضل، وانما ماشي الله تعالى متفضل علي. أيضا قد يكون لديها علما خضيع، أنت مو باغت له،
لابسه ما لابسه. مو باغت لها، خذي. انا دائما اقول لكم خذوا ما ايش، تعرفوا ايش؟ المؤمن ذكي، المؤمن ذكي يوخذ الاشياء اللي ايش؟ اللي تفيده ويستثمرها. ما علي من الناس، ما ينشغل فيهم. ما ينشغل فيهم. راينا اجدادنا واهل العلم واهل الراي يجالسون من هم اقل منهم. ها؟ بو متلبسه وبو ما اعرف كيف متشيكم، لكنهم لا ينظرون اليها نظره ايش؟ احتقار. ما تنظرون لهم نظرة احتقار، فقط انصحي إن استطعتي، أمري بالمعروف، وإذا ما استطعتي مش وش يسوون؟ إيش؟ نبعد، وذلك أضعف الإيمان. وكما قال التهاني، وهناك من أهل ما شاء الله عليهم الظاهر أنهم أهل الصلاح، لكن يوم تجلسي قلبش يقبض. الفكرة هي باختصار، الفكرة هي باختصار يا أحبتي، إنه لا تقارني نفسك بغيرك أبدا. إذا الله تعالى منحك نعمة ووفقك إلى أمر، ادعي لمن لم يوفق، اللهم وفقها كما وفقتني، اللهم اهدها كما هديتني. شوفوا شوفوا المؤمن قلب سليم يتمنى الخير، اللهم وفقها كما وفقتني، اللهم اهدها، اللهم انطقها بالحق كما أنطقتني، اللهم يسر لها كما يسرت لي، اللهم دلها كما دللتني. ما تجلس انت مشغوله، لا والله البنات، وتشوف عليها من فوق لتحت، تشوف عليها من فوق لتحت كانه هي ما شاء الله وهذيلاك، يعني اعوذ بالله. وفي الواقع صار العكس، بمجرد انه هي عجبت باعمالها وظنت انها من اهل تقوى وأهل، يعني ظنهم أنهم أهل التقوى، ولكن الله تعالى نعم نعم أيوه بالضبط، اللهم ارزقها قيام الليل كما رزقتني، اللهم ارزقها كما رزقت. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا على فكرة، ترى الدعاء الذكي يعرف كيف يدعو، المؤمن يعرف. انظري إليهن بشفقة ولكن ادعي لهن، نعم اشفقي عليهن ولكن ادعي لهن، بس ما تروح تقارن نفسك، ما تقولي أنا أحسن. فما ينفع. وما أكثر الناس اللي تقولش أنا أقيم الليل وما أعرف إيش وأصلي وكذا، ولكنه لسانها أعوذ بالله. أيضا الكبر، الكبر اللي هو، تعالوا أخبركم هذا الكبر، وهذا واجد على فكرة، هذا تو زايد، هذه أصلا مصيبتنا، وهذه هي من أنا أسميها ذنب إبليس الأكبر. الكبر أصلاً مو طلعوا إبليس من الجنة، مو طلعوا من رحمة الله، الكبر. كيف طرد؟ كبروا. إيش كبروا؟ كبروا إنه أنا رأيي صح ورأي غيري خطأ، وهذا روح عادة تويتر أعوذ بالله. حتى الآن يطالبوني بإنه أنا واجد أشغل التويتر، صراحة أنا حاطتنا التويتر كذا، يعني كما يقولوا عن يكون ما عندي نشاط فيه، لكني لا أحب هذه المنصة للأمانة، يعني مع احترامي لكل من، ليش؟ لأنه واجد فيها كل واحد يضارب الثاني، كل واحد يضارب الثاني، ليش ما تفهمي؟ كل واحد يقول أنا رأيي الأحسن، والله شايفين هذه المضاربة؟ ممكن يكون واحد يتعدى على الآخر، يسب أمه ويسب أبوه ويسب يعني، وكل واحد ليش؟ ويقولش للمثقفين، وهذا يسب هذا وهذا يلعن هذا وهذا يتذمر هذا، وهذا ما ينفع. ويقولش في النهاية أستغفر الله، طب وانت صار ما بقيت حد ما ضربته، ما بقيت حد ما أذيته بالكلام. وحرب، منصات للحرب، يقول لك حرية رأي، وليش أدخل أصلا؟ ليش أدخل؟ ليش أدخل؟ ليش أدخل في جدال يوصلني إلى كبر؟ الجدال الأصل على فكرة، الجدال الأصل الجدال، تعرفوا إيش الهدف منه؟ الوصول إلى الحق. لكن للأسف الجدال مجالس يصير موتو، جدال ماله مكابرة، بتلاحظ في النهاية هذا يسب ذا وذا يسب ذا، أيوة كل واحد يثبت رأيه. وهذه من الأربعة أمور التي تظلم القلب، كيف تغلق القلوب فلا تبصر؟ شوفوا 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 الرحلة المصيبة التي نمر بها. يلا الآن ركزوا معي،
الله يبارك فيك، ركزي معي. خلاص خلصنا ذاك كله، خلصنا. تعالوا نشوف كيف قلوبنا تغلق فنحرم من قيام الليل. ليش قلوبنا تغلق؟ رقم واحد، هذا ما عدنا مرة ثانية. تموت القلوب متى؟ شوفوا القلوب، المراحل اللي اقرأي من باب المعرفة، اقرأي من باب المعرفة، ما في إشكالية، اقرأي من باب المعرفة ما في إشكال بإذن الله تعالى. طيب تعالوا نشوف رحلة الموت اللي يمر بها القلب، متى يموت القلب وكيف يموت؟ شوفوا كيف يموت. أول شيء ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول حاجة الران، يبدأ بالذنب، هذه كيف تغلق القلوب فلا تبصر، هذه خلاص أوقف سيدة عشان تصوريني شواخة. طيب خلاص تم، يلا نشوف كيف تموت القلوب. رقم واحد ران، تصاب بالران، ثم زيغ. زيغ ويش؟ ايش يعني زيغ؟ يعني تعرفوا شيء مشوش كذا، هنبهدل المبهدل، وميل، ايوه، يعني ران هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، فايش صار في القلب؟ صار كأنه مهزوز، كأنه في ميل. الران هوريكم الآن، هعطيكم فيديو كذا بشرح لكم مع الفيديو تفصيل كل واحدة، معنى كل واحدة. بعد ذلك أكنة طبقات طبقات طبقات. شوفوا القلب، أول شيء نقطة، ها نقطة. أول ما يذنب الإنسان ذنب يعمل له مثل نقطة، يعني خلينا نقول كأني أنا جبت، تعرفوا الماي، خلينا الآن اعتبروا الآن عندنا كأس من الماء، حطيت له نقطة حبر، نقطة صغيرة، وعندي كأس ماء مليان، جيت بعدين سويت نقطة حبر أخرى، ماذا يحدث للون الماء؟ يبدأ يتلون، صار فيه زيغ، زايغ، ما واضح، مايل، اللون متعكر، أيوة بالضبط. الله على الـ على الـ على الـ الكيمياء والفيزياء وظاهرة الانتشار، أيوة حدث انتشار، بدأ ينتشر. بعدين إيش؟ أضيف نقطة غيرها ثالثة، إيش يصير للسواد؟ النقطة السوداء هذا الحبر الأسود، إيش يصير للسواد؟ يتركز، يصير إيش؟ متدكن، أكنه، إحنا عندنا نقول كنه، يعني إيش؟ دفيه، صح؟ دفيه، كنه يعني ثقله، أيوة، دكنه، أكنه بمعنى إنه يزداد اللون ويدكن، أيوة. وبعدين شوفوا إيش يصير؟ غلف، كأنه أصبح مغلف بلون أسود. يعني متخيلين أنتوا كيف؟ هذا قلبش، وحطيتي له نقطة سوداء، بعدين نقطة ثانية، وهو صار إيش؟ لونه أسود. بعدين جيتي غلفتي بغلاف، تعرفوا مال الزبالة الأسود، الأكياس مال الزبالة السوداء، غلفتيها، شفتوا كيف؟ غلف، قلوبهم غلف. بعدين جيتي وجبت الكيسة، وإيش سويتي؟ قفلتيها. يعني هذا كأس، مرة ثانية، كأس أو قلب، وحطيت له نقطة واحدة من الحبر،
بعدين حطيت له نقطتين من الحبر، حطيت ثلاث نقط، لاحظوا ايش يصير. اول كان ران، بعدين صار زيغ، بعدين صار اكنه، بعدين صار جيت وانا حطيت الكاس هذا حطيته في كيس اسود غلفته، بعدين قفلت الكيس. سؤالي الان، قفلت الكيس، بالله عليكم هل تشوف الكاس؟ كيس اسود وماي اسود، صار اسود، كيف هذا سيقيم الليل؟ هذا مستوى نقلوبنا، متخيلين؟ وبعدين خلاص ختم، يعني اغلق. هذا عاد، هذا مصيبه، هذه قمه المصائب. ختم الله على قلوبهم. هذا ايش؟ هذا مطرود من رحمه الله، مختوم. ليش؟ لانه مهما حاول انه يفعل ما يفعل عشان يوصل، ما يوصل، لانه ايش؟ في ظلام. هنا يشوف كيف عقله يستوعب؟ ما يستقبل شيء. شوفوا الفيديو، شوفوا الفيديو الآن أمامكم، شوفوا ما يحدث للقلب من مشكلات. وهذا الفيديو صممته على السريع بس عشان أراويكم الصورة، ما يحدث للقلب. هكذا يولد قلبنا. شوفوا الصورة، أحمر، جميل، حلو، منور. هذا أول ما نولد، بهذه الطريقة تكون قلوبنا. ثم نبدأ باقتراف المعاصي، فتبدأ هذه المعاصي تعمل إيش؟ نقاط ران، تزداد هذه النقاط وتنتشر في القلب. ثم تكبر هذه فتصبح طبقات سوداء، حتى يصل القلب إلى مرحلة ماله يغلق ويختم عليه. اللي تقول الفيديو ما واضح، الفيديو واضح، لكن ساكن مشغولات بالشات، خلنا الشات عنك. هعيد مرة ثانية الفيديو، شوفوا. نولد بنقاء، هكذا قلوبنا تولد، تمام. ثم ماذا؟ ثم نبدأ بارتكاب المعاصي والذنوب والهموم وغيره. تبدأ إيش؟ تكثر. لما تكثر تكبر وتصير مثل الطبقة تغطي على القلب، وطبقة فوق طبقة تصبح أكنة، حتى إذا إيش صار؟ يغلق القلب. أيوة، سؤال جميل، كيف نفتح القلب؟ مختوم عليه ومقفول. أيوة، ايش يحصل؟ قلوبنا، شوفوا كيف قلوبنا هي واصله لاي مستوى. لا بد من تطهير. تو انا لو جيت وجبت لك جهاز، وهذا الجهاز كان في طين، لا، القيام هذه مرتبه تعطى للقلوب. الحين ما نتكلم عن القيام، الحين خلينا نخوز القفل قبل، خلينا نشيل القفلة. وين بقى تروح القيام؟ كيف تروح القيام وانت اصل القلب مغلق؟ القيام لاهل الهمم، القيام لاهل القلوب الطاهره. احنا اول شيء خلينا نخلص القفل ونشيل القفل. ايوه، ندور المفتاح. وش مفتاح قلوبنا؟ ما مفتاح القلوب؟ التوبه والاستغفار. الله يبارك فيكم. الذكر. الله يبارك فيكم. مفتاح. أيوة، فتح القفل الأول، شيل الختم، الذكر. ومع الذكر يكون شيئا آخر. الله تعالى قال، تعالوا نرجع للآية، مال القفل مختومة صح؟ ختمت. الله تعالى يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فأول مرحلة لازم أشيل الختم والغشاوة، أول حاجة، يعني أبدأ من النهاية، ما أبدأ من البداية، أبدأ من النهاية، اللي هو أنه أنا أشيل الختم وأشيل
الغشاوة كيف أشيلها؟ بالاستغفار. ممتاز. بعد الاستغفار يجي القلب، راح الختم، راح الختم، باقي القفل. القفل إيش؟ أفلا يتدبرون. أيوة، عرفتوا الآن يا حلوين يا أهل التدبر أنكم في نعمة؟ عرفتوا أنكم في نعمة؟ الذين يتدبرون القرآن، تعرفوا مو جالسين يسويوا؟ جالسين يفككوا الأقفال، يفككوها يفككوها وهم ما دارين، بتشوفوا أثرها بعدين. عشان كذا في ناس تقولش أنا لحد الحين، لأنه حبيبتي بعد القفل ما انفتح، أو يمكن عندش أكثر من قفل وجالسة تفتحي 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 تفتحي. أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون. وكلمة يتدبرون يا حبيبتي ما كلمة معناتها تسويها في يوم، ما كلمة، كلمة يتدبرون فعل مستمر، فعل مضارع مستمر، مداومة مداومة مداومة. إيش تسوي؟ تفتح تفتح بإذن الله، يفتح لك كل تلك الأقفال، يفتح لك كل الأقفال. ها وبعدين أدي أشيل الغلاف. ها مو يقول بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. كيف أشيل الغلاف؟ كيف أشيل الإيمان؟ شفتوا الآن كيف الله تعالى يدلكم على الطريق؟ واحدة اللي تقول لي الآيات ما أفهمها، بالله عليكم نبدي صعبة صعبة، كم هذه صعبة الآيات؟ عوين ما أفهمها. توانا معاكم هاي خطوة خطوة، وحدكم تقاوموا ما أنا أقاوم. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، تعطيني الإجابات كذا كملنا. ها أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ها إيش احتاجه الأكنة؟ كيف أخوزها الأكنة؟ ذكر الله، وأيضا ماذا؟ ماذا؟ الاستماع إلى ماذا؟ إلى القرآن، وأيضا تلاوة القرآن. لاحظوا لاحظوا، كل عمل درجات، وكأنه هنا أقوى عمل أول شيء أسويه لازم أستغفر قبل كل شيء. وأنا ذي قلتها حتى في علاج المشكلات النفسية، أول حاجة استغفر، شيل الختم الأول، شيل الغشاوة الأول، بعدين ابدأ إيش عملية ماذا؟ تفكر وتدبر، ثم عملية ماذا؟ إيمان. ابدأ إيش؟ زيد الإيمان، هذا زيده، ارفع مستوى إيمانك. ثم ماذا؟ كيف ترفع مستوى إيمانك؟ ثم ابدأ بالاستماع، خلي كذا طاقتك كلها قرآن في قرآن، اسمع كثير قرآن، احضر جلسات ذكر، اسمعها اسمعها، اجلس مثل هاي جلسات الذكر اسمعها. للكل للجميع حبيباتي، سمعا عادي، حتى الرجال يسمعوا فليسمعوا. تبدأ ايش يصير؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. مو قال ها الزيغ كيف جاء؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني كيف؟ يعني كيف أخوز الزيغ؟ إيش أسوي؟ الأخذ برسائل الرسول، بعد الابتعاد عن إيذاء الناس، بعد أميل عن من؟ عن من أميل؟ عن من؟ عن أهل العجب والكبر والطاقة السلبية والناس السلبية والناس اللي تنشر الأشياء السلبية. أيوة أبتعد. فلما زاغوا، إذن مفروض أنه أنا أزيغ عن من؟ أزيغ أزيغ عن الفساق، عن شياطين الإنس، أزيغ عنهم. أيوة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عاد هنا أبدأ بالأعمال، ويش الصالحات، حتى إيش تعمل الصالحات؟ إن الحسنات ماذا تفعل؟ إن الحسنات ماذا تفعل؟ يذهبن السيئات. عرفت مراحل ما يحدث للقلب؟ عرفت ما يحدث للقلب؟ أيوة. شفتوا كيف الله تعالى يحبنا؟ بالله عليكم يعني ما محزن؟ ما محزن إنه الآيات واضحة، الله تعالى يخبرنا في الآيات، ما محزن إنه إحنا عقولنا ما جالسة تستوعب؟ مصيبة، لأني أنا مشغولة
في اخبار فلان وعلا. وابوي قهرش اكثر، اللي يقهر اكثر انه الكثير من الناس للاسف الشديد، الكثير من الناس ماذا؟ تنشر هذه الاشياء. يا اخي لا تكن، يعني على الاقل اذا انت تسمعها خليها في حدودك، ما لازم تسمع الناس وتنشرها. واذا شيء طيب قال وحدنا ملينا من ذي المحاضرات، وحدنا ملينا من ذي الامور. كل شيء ما ينتبهوا له، يعني محاضره ما ينتبهوا لها، لكن خبر مثل ما يقولوا هناك خبر حصري ننتبه له، نفتح عيوننا زين نشوف بباغين نشره نشوفه زين. من استطاع ان يدير هذه 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 النفسيه كان في خير كثير والله العظيم. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. شوف الله تعالى ما يقول، كيف تبصر القلوب. تتذكروا الايه من البدايه، الآية في أول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صحيح؟ وبعدين وقال عنهم أنهم كانوا أهل تقوى، كانوا أهل تقوى، وقال عنهم أنهم في الأسحار يستغفرون. طيب كيف قلبي أنا يبصر؟ شوف الله تعالى في نفس الآية تكملة الآية، شوف الله تعالى أول شيء يصف لكم الأجر والنتيجة، يصف لكم النتيجة تمام، ثم يخبركم ما كان العمل الذي أوصل إلى النتيجة، ثم يخبركم كيف تصلون إلى ما وصلوا إليه. أبعد ذلك كرم؟ بالله عليكم يخبرنا، يحفزنا الله تعالى، يبشرنا. أول شيء خبرنا بالناس المتقية، ثم يقولنا أنهم هم مالهم عايشين ويش في جنة ونعيم. إيش كانت أفعالهم؟ كانت أفعالهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكانوا في الأسحار يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قالنا تريدوا تكونوا معهم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. مو قال الله تعالى يخبركم يا أحبتي باغيين تتفتح لكم أبواب التوفيق والتيسير وإجابة الدعاء وتوفقوا إلى قيام الليل. هذا قيام الليل ترى شرف يوفق له موفق. باغيين ذا الشيء يقول لش وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مو يعني يا حبيبتي، يعني الله تعالى يقول لك هذا ها اشتغلي عليه، هذا ويش هذا ها ما عطنش أداة. واحدة تقول أنا عقلي، أقول لك عقلي اشتراش ما استخدمتي استخدام صحيح. للأسف احنا عقولنا في من استخدمها، حاطة إيدي على خدي وشايلة همي ومخلي عقلي بس إيش يفكر في الأشياء اللي ما منها فايدة، والوظيفة الأساسية له هاملتها بالضبط. إذا نحتاج أن نعطي من تفكر في الموت. حبيباتي أخواتي الغاليات، يا عمر انتن لا، يعني هذه طبعا ممكن تكون مشكلة نفسية، والمشكلة النفسية تحتاج إلى متابعة طبية مثل ما قلت، متابعة طبية، وأيضا تحتاج إلى شوية كذاها جلسات. لكن اعملي على أن تتخلص. وقلت لكم أي فكرة دائما التعوذ الاستعادة منها. شوفوا إيش يقول، إن للقلب عين يبصر منها. ها للعين قلب، إيش عين القلب؟ نحن نبصر ماديا من عيوننا، هذا العين، لكن روحيا كيف نبصر؟ ما النافذة؟ العقل، نافذة القلب العقل. إن أدرك العقل أبصر القلب. أيوة،
إن أدرك العقل أبصر القلب. العقل وسيلة إبصار روحية، كما العين وسيلة إبصار مادية أو جسدية. العين نافذة البصر، والقلب نافذة البصيرة. لكن إحنا إيش سوينا؟ جبت عقلي وشغلته في الظلام، شغلته في الظلام، وبعدين يعني عقلي وحطيته في الظلام، ما يسوي لي، هينتقلي وش؟ استثمرت عقلي في الظلام، مو هينتق، مو الناتج يكون ظلام. وأنا قلت لكم يا هذه، يعني واحد جالس في الظلام، مو تتوقع عقلك مخلينا في الظلام في الأشياء السلبية وفي الأشياء اللي ما منها فايدة، مو يصير لك طبيعي. هل تشوف؟ هل ستبصر؟ لن تبصر، حياة سوداوية. طيب واحد جلسته مع النور، ها؟ واحد جلسته مع النور، جلسته دائما مع أهل النور، جلسته دائما مع أهل العلم، كيف يكون وضعه؟ أيوة، هذا إيش يعني معناه؟ إيش وصلنا النتيجة؟ تبى نور؟ اجلس مع أهل النور. تبى ظلام؟ اجلس مع أهل الظلام. وإحنا وين جالسين حضراتنا؟ ها؟ هين جالسين؟ جالسين مرة هنا ومرة هنا، لكن إن شاء الله تعالى أن نكون من أهل النور، من أهل النور. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل النور حبيباتي، نسأل الله تعالى ما نفخم عمرنا، بعدنا 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 بعدنا، الله المستعان، بعدنا. أنت تأخذ بقدر ما تعطي، ولا يظلم ربك أحدا. أم الزهراء، شوفوا إيش، شوفوا الله تعالى يا جميلات، شوفوا 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 الله تعالى. الله تعالى الذي يحبك، الله الذي يحبك، الله الله العظيم الكريم الرحيم. شوفي أنت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا الدفعي 500 ريال حال جهاز، حال جهاز، تمام؟ يعطوش جهاز، ويعطوش معاه مثلا خلينا نقول لو اشتريت كمبيوتر بيعطوني معاه اشتراك، ما أدري سنة اشتراك في برنامج أو حاجة، بس هيعطوني زيادة عنه قيمته ب500، يعطوني 500 بقيمة ال500، ما يعطوني شيء زيادة. لكن مع الله، إن الحسنة عند الله مالها، يعطيك أجرها مضاعفة. ولذلك استعجب صراحة، استعجب إنه كيف أنا الله تعالى يقول أعطيش الضعف وأروح أستثمر مع حاجة ما منها فايدة، كيف؟ ما جهل هذا؟ ما جهل؟ زيادة في زيادة مع الله، أنت في زيادة. سؤال الآن، كيف أجعل قلبي مستقبلا للنور والخير حتى يعطى الخير والنور؟ إحنا باغيين قيام الليل ترانا اليوم، نأمل في قيام الليل، نأمل أن نكون في أهل القيام، وإن كنا من أهل القيام نسأل الله تعالى أن يثبتنا للقيام. طيب تعالوا نتأمل الآية الكريمة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ها، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أوقف، شوفوا ماذا يقول الله تعالى، ويضرب الله الأمثال للناس. أنا من البداية مو قلت لك القلب كان، مو قلت القلب من البداية، ماذا تحدثت عن القلب؟ ايش قلت عن القلب؟ نحطه في ايش؟ في زجاجة. شوف الله تعالى كيف يوصف لك قلبك،
كيف يصف لك قلبك؟ ها شوفي كيف نور، وإذا كان داخله نور بالله عليكم، النور لما يكون قوي ألا يخرج للخارج؟ يشع ولا ما يشع؟ أيوة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، يعني من غير ما من غير نيران، هي مضاءة ذاتيا، ما يحتاج وش يسمونه هناك تولع القلب، مضاء ذاتيا من نور الله، نور على نور. الله تعالى وش يقول؟ يهدي الله لنوره من يشاء. في ناس تعتقد تقول يهدي الله لنوره من يشاء، يعني الله الذي يشاء، الله تعالى له مشيئة وتوفيق، نعم، لكن يشاء أي الذي يعمل. الله تعالى يوزع أقداره ويعطي الذي يعمل، مشيئة الإنسان هنا أي الذي يسعى، الذي يسعى. شوفوا ماذا قال في نهاية الآية، أرجوكم يا حبيباتي يوم تتدبرن الآيات، كل كلمة كل كلمة كل كلمة عيشنها، والله بكل شيء عليم، يعني مو محتاجة أنا عشان أتنور، مو محتاجة جميلة، علم، شفتوا كيف؟ علم، الله عليكم، علم، بارك الله فيكم يا حبيباتي، علم، لا نحتاج إلا علما، وهذا العلم الله تعالى قال اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيوة، مو أسوي بالعلم، أراكم العلم، أطبق، أتفكر، أيوة، شوفوا قلب الإنسان عندما يبصر ويتفكر، لما يبدأ يتفكر إيش يصير له؟ عندما يبدأ بالتفكر نعبده على بصيرة ونفعل على بصيرة. ترى الفكرة لما تعبد الله تعالى على بصيرة وانت تستخدمي علمك وتفكرك ثم تعبدين الله تعالى بعد تفكر، ترى هذا التفكر تعرفوا إيش يسوي؟ يسقط على القلب، فإذا سقط على القلب رق وأبصر، فإذا أبصر خلاص شاف كل شيء وزاد نورا وبصيرة. ولذلك رجعوا إلى سير الأنبياء، رجعوا شوفوا شيء نبي من الأنبياء ما تفكر، شيء نبي من الأنبياء ها عبد الله على جهل؟ لا، تهيئة الله تعالى يهيئهم أول شيء عبر عبادة التفكر. الصوت ما واضح يا أخواتي، ما أعرف إيش المشكلة اليوم، تقولوا لي الصوت ما واضح، الصوت واضح، لا أعرف حقيقة. طيب شوفوا ماذا يحدث، تعالوا نتأمل إيش يحصل لعقولنا عندما نتفكر، وإيش يحصل لقلوبنا بعد ذلك. زين شوفوا معي، شوفوا اليوم سويت لكم فيديوهات حلوات، عشان إيش؟ عشان ما بس كله يكون كلام، نشوف نبى بالصوت بالصورة، عم تقولن يعني نجيب لكم أسلوب ممل، داس أنوع لكم، أصلاً أنتن حبيباتي وأنا لازم أنوع لكم، تمام؟ يلا نشوف، شوفوا عقل الإنسان، هذا عقل الإنسان إذا بدأ، شوفوا عقله، إذا بدأ عقل الإنسان يستخدم حواسه ويشوف حوالينه، ها؟ ويشوف حوالينه ماذا يحدث؟ يبدأ العقل يعمل، يبدأ يتساءل، يطرح الأسئلة، فإذا طرح الأسئلة ماله؟ الكون كله يعمل لأجله، الكون كله يعمل مع العقل، الله تعالى مجهز لك الإجابات، الله تعالى مجهز لك الإجابات كلها موجودة، فيبدأ العقل يبصر، يشوف الإجابات حوله، وبعدين يبدأ إيش؟ يتفكر في هذه الإجابات، فإذا تفكر فيها ماذا يحدث للعقل؟ العقل إيش؟ يزداد قوة، لأن التفكر رياضة العقل،
التفكر رياضة العقل، شوف الأعصاب إيش يحصل لها، يزداد قوة، والبصر يزداد بصيرة، فيصبح ماله أكثر، أيوة يصبح أكثر، وتزداد تزداد تزداد قوة هذا العقل، يستنير، ترتفع ترتفع ترتفع. عشان كذا يا حلوين، أهل العلم هم أهل البصيرة، صح ولا لا؟ شوفوا ماذا يحدث لخلاياك العصبية، ماذا يحدث لخلاياك العصبية؟ تزداد قوة، تزداد قوة، تزداد سمكا، تزداد، ها تبدأ مال العقل إيش يصير؟ يتوسع، مداركه تتوسع. فإذا توسعت المدارك ماذا يحدث؟ ها يتألم، صح، تؤلم فكرة التفكر، تؤلم، لكنها مو تسوي في النهاية. ماذا تفعل؟ تنير، يستنير العقل. فإذا استنار العقل ماذا حدث لبقية جسمك يا حبيبتي؟ استنار قلبك، ثم استنار ماله، كل جسمك، كل جسمك استنار، كل جسمك صار بخير وعافية. من وين بدأ؟ عشان كذا الله تعالى ما أعطاش العقل عشان تقولي أنا مخلوقة إنسان، أنا مكرم، أيوة، وعقلك إيش استويت ببه؟ إيش استفدت منه؟ لا والله بس شلت ببه الهموم، ما شاء الله ما استفدت. ولذلك يفترض، يعني إنه بنلاحظ فعلا، ترى هو من أراد أن يعني يبصر قلبه عليه بالتفكر. الآن بعطيكم كذا مجموعة كلمات، بس انتبهن لي اياها، انتبهن، بارك الله فيك. من أرادت أن تصل إلى منزلة مرتفعة وأن تحصل على شرف القيام، عن شرف القيام، يكون لها لسانا ذاكرا، أول شيء اللسان، يدا منفقة، رقم واحد لسانا ذاكرا، يدا منفقة، وجوارح تسعى، جوارح تسعى، الصلاة، الصلاة ما تفرطوا فيها، ثم ماذا؟ ثم عقلا مفكرا واعيا. إذن أول شيء لسانا ذاكرا، ويدا منفقة، وجوارح تسعى، رقم ثلاثة، من قلت لكم سبعة أسرار، رقم أربعة عقل مفكر واعي. ولذلك في ناس واصلين دي المرحلة، مرحلة العقلة، ماشيين ما شاء الله عليهم، ماشيين، ثم ماذا؟ إذ بالعقل المفكر يوصلنا إلى القلب الشاكر، قلبا شاكرا، قلبا شاكرا، رقم كم؟ ونفسا محبة، تمتلئ حب النفس، بعدين تمتلئ حب الله بعد ما يكون قلب الشاكر. ماذا تكون نفسك؟ نفسك محبة، ساعتها بتعرفي إيش يصير؟ ساعتها ستصبح الروح تواقة، ستصبح الروح تواقة. إيش تواقة؟ يعني إيش؟ يعني خلاص ارتفعت، ارتفعت. إيش الجسد؟ ولا تحس بجسد، ولا تحس بتعب، ولا تحس بألم، ولا تحس بمعاناة. حبيبتي الواتساب لكل الأخوة الأخوات المسلمات في أي كان في بقاع الأرض، ما لحد، حال الكل، الواتساب للكل، بس شرط يكون النساء فقط. لسانا ذاكرا، يدا منفقة، جوارح تسعى، عقلا مفكرا واعي، قلبا شاكرا، نفسا مطمئنة أو نفسا محبة، وروح طواقة. حبيباتي شوفا تعالا هنا، هذه الحلوة اللي كتبت لنا الكلمات السبع أو الأسرار السبعة، هذه مو موجود في النص، يلا يا جميلات، مو موجود في النص، العقل موجود، العقل، التفكر. لذلك إذا باغية، إذا باغية، إذا باغية، اعملي بالأعمال اللي قبل العقل، والأعمال اللي قبل العقل، ثم استخدم العقل، فيوصلك ماذا؟ إلى المستويات الأعلى اللي هي إيش؟ الروح، مستوى الروح. جماعة التدبر هذه هنشرحها بتفصيل إن شاء الله لما نكمل موضوع الخيال بإذن الله تعالى.
هتعرفوا إيش العلاقة، تمام؟ ولذلك أيضا قبل أن نختم، إذا قلنا إحنا من أرادت قيام الليل عليها بسبعة أمور، وأن تنتبه إلى قلب أغلق وتفتحه حتى تصل، ثم أيضا نريد أن تنتبه إلى نقطة مهمة جدا، أنه أيضا عندنا حاجة مهمة، الناس حتى الآن لا تعرف كيف تستخدم عقولها في التفكر. كيف ممكن أستخدم رياضة التفكر؟ كيف كان الأنبياء يكون عندهم خلينا نقول يكون عندهم التفكر بهذه الطريقة، يعني يكون يوسع مداركهم ويرفع من مشاعرهم، وإيش يسوي؟ ويجعل أنفسهم كذا محبة، وأرواحهم مالها مشتاقة للجنة، مشتاقة، أيوة، خيالهم واسع، مشتاقة دائما، الروح كذا فيها حالة شوق، حالة شوق الروح، وطاقة، عندها طاقة. ولذلك إحنا يعني قبل ما أختم عملنا اللي هي دورة اسمها سفر الروح، يعني بنوصل إلى مرحلة الروح، ولا يتم ذلك إلا بعبادة التفكر، بعبادة التفكر. جزاكم الله خير، ربي ييسركم، يفتح لكم، وينور بصيرتكم، ويرزقكم ويلهمكم التقوى والصلاح والهداية واليسر والبركات. حبيباتي، أستودعكم الله، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة فاتحة خير، وسبيلا ووسيلة إلى أن نصل لله سبحانه وتعالى. تركتكم في ودائعه ورحمته وكرمه وولايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم.